مشاهدينا الكرام، أعزائنا الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ندوة جديدة في مادة اللغة العربية لطلاب التاسع والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي ضمن خطة الفاقد التعليمي. يسرني بداية أن أرحب بضيفي الآنسة عفراء عبد الله مدرسة في دمشق والأستاذ محمود عبد الغني موجه اختصاصي ريف دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا بكما. أعزائنا الطلاب، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنسة عفراء. بداية يعني حبذا لو تعرفينا على محتوى الوحدة الخامسة وهي بعنوان نفحات وجدانية. الوحدة الخامسة للصف التاسع تحتوي على ثلاثة نصوص أدبية، بداية هي يا قلب لزكي قنصل، ويتحدث فيها عن افتقاده الوطن وأثر الغربة في حياة المغترب، وكيف تعاون هؤلاء المهجريين مع الوطن وشعروا بالأمان فيه. الوحدة القصيدة الثانية هي الفاتنة لعبد الرحيم الحصني، تحدث فيها عن الحب وعذوبته وأثر المحبوبة التي كانت ملهما للشاعر ففاضت انفعالاته شعرا. أما القصيدة الثالثة فهي رفيقة الدرب لمحمد مهدي الجواهري، وفي هذه القصيدة هي عبارة عن رثائية حاول من خلالها أن يظهر ألمه إثر افتقاده زوجته بعد أن وافتها المنية. أيضا في الوحدة درس في المطالعة بعنوان الجمال، ودرس في التعبير المذكرات اليومية. أما بالنسبة لقواعد اللغة فطبعا الوحدة تبحث في درس التوابع العطف التوكيد والبدل، وتتمم الوحدة الثامنة السادسة عفوا النعت. يبدو معنا اتصال. نعم، ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. عندي سؤال، صفحة 234. أعيدي. تاسع. 234. تاسع. إيه تاسع. ورد فيه مثال الذي هو تؤدي الأم واجبها واجب الرعاية. هلا هنا واجب هي البدل، وواجبها نود منه. لكن لماذا لا يكون واجب هي توكيد؟ فقد تم تكرير اللفظ السابق، أي توكيد لفظه. نعم، على كل حال سنجيبك الآن بعد قليل، سنتحدث بالتفصيل عن دروس القواعد. هل من سؤال آخر؟ نعم، في قصيدة يا قلب في البيت الأول أبدا يحن إلى الربوع وينزع، أبدا مفعول فيه، هل أريد أن أعلم هنا هل هي معربة أم مبنية؟ أبدا. أعيد السؤال. أبدا. أبدا يحن إلى الربوع وينزع، أبدا مفعول فيه، هل هو معرب أم مبني هنا؟ مبني. طيب سنجيبك عن السؤال. وأيضا أسئلة. نعم تفضلي. في مثال معرب بالكتاب 143، ما أجمل النجاحة. 143. نعم، ما أجمل النجاحة، مكتوب أجمل الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. نعم. لماذا ليس جوازا؟ لأنه ضمير غائب، لازم يكون جوازا. طيب سنجيبك بعد قليل. هل من سؤال آخر؟ نعم، سؤالين فقط. تفضلي. الفرق بين بدل الاستعمال وبدل بعض من كل. نعم، الفرق بين البدلين. نجيبك. وبالنسبة لدرس الاستماع، هل يأتي منها أسئلة في الامتحان؟ طيب أيضا نجيبك. أتمنى أجب على الأسئلة لأن مقطع الكهرباء عنا هلا. تكرمي، إن شاء الله سنجيبك عن كل هذه الأسئلة. أنسي عفراء، حبذا نجيب عن الأسئلة قبل أن نبدأ. السؤال الأول، بدأت الطالبة بتؤدي الأم واجبها، واجب الدفاع عن الوطن، لم أتذكر المثال، ولكن الفرق بين التوكيد والبدل هنا، التوكيد هو اللفظي هو تكرار اللفظ بحرفيته. نعم. أما بالنسبة للبدل هنا بدل مطابق، مثلا واجب الرعاية فرضا، هنا واجب الرعاية طابق البدل المبدل منه في المعنى. نعم. تمام، فالتوكيد اللفظي فقط تكرار اللفظ بحرفيته، هذا الفرق بين البدل دون. نعم أستاذ محمود، تكرار دون إتباع، لا بصفة ولا بإضافة. نعم. على كل حال بعد قليل سنتطرق لموضوع. نعم. التوابع بشكل عام إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال بعده أيضا أبدا محمود.
الفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل. سنجيب عنه بعد قليل، بعد قليل. بس ولكن طب. في هناك سؤال أبدا أبدا, أبداً. هو ظرف مبني على الفتح. نعم. تسالت يا معرب أم مبني؟ نعم. هذا مبني، هذا نعم. ظرف مبني متمكن منه البناء. نعم. بأسلوب التعجب أيضا سألت لما الفاعل ليس ضميرا مستترا وجوبا جوازا وليس وجوبا. نعم. طبعا الفاعل هنا لا يمكن أن يظهر أبدا، لذلك هو دائما وجوبا تقديره هو. نعم. نتمنى أن نكون قد أوصلنا للإجابة عن الأسئلة، ولكن على كل حال بالنسبة للتوابع سنتحدث عنها بعد قليل بالتفصيل. نعود لك أنسي عفراء. نعم. تحدثتي أو عرفتي عن محتوى الوحدة. لدينا قصيدة بعنوان رفيقة الدرب لو سمحت للشاعر محمد مهدي الجواهري. كما قلت يعني سابقا هي رثائية افتقد فيها. عرفت، هل لدينا اتصال؟ تفضلي تسنيم. ألو، تفضلي تسنيم. لو سمحت بدي اسال سؤال. هلا النصوص الاسرائيليه ممكن نحفظها او ندرسها؟ شلون ندرسها؟ طيب سنجيبك ان شاء الله. هل من سؤال اخر؟ لا لا شكرا. على كل حال بالنسبه للنصوص الاسرائيليه انا اجيب عنها، لانه في اكثر من ندوه واكثر من لقاء تحدثنا عن النصوص الاسرائيليه يمكن ان نستفاد منها في بعض المهارات، مثلا استخرج مشتقا او مصدرا او غير ذلك. وتحدثنا ايضا في هذا العام لا ياتي منها كنص للتطبيق. وايضا سالت، هل من سؤال اخر؟ يبدو أنه انقطع الاتصال. البنت التي سألت قبل قليل بالنسبة لدروس الاستماع، الاستماع هو فقط في الصف، وهي مهارة يتعلمها الطالب ليكون مستمعا جيدا. تفضلي أنسي عفراء. نعود إلى قصيدة رفيقة الدرب لمحمد مهدي الجواهري، وطبعا الشاعر هو شاعر عربي عراقي من رواد الأدب العربي. نعم. في هذه القصيدة إثر فقدان الشاعر زوجته فاض قلبه حزنا وألما عليها، فطبعا كتب هذه القصيدة وفاء لها. تبدأ. عذرا للمقاطعة، معنا اتصال. تفضل يا علي. أنا مساء الخير. أهلا وسهلا. بس بدي أسأل سؤال. تفضل يا علي. أستاذ من شوي جاوبت على سؤال طالبي أنه في مثال درس التعجب. نعم. ما أجمل النجاح أو هيك شيء. نعم. استاذ هون قلت انه هاي الفاعل وجوبا تقديره هو، ليش وجوبا مو جوازا؟ طيب سنجيبك. هل من سؤال اخر؟ كلا، شكرا لك. تفضل يا سمحون. صيغه التعجب استاذي هي قول فصل. الفاعل مستتر وجوبا وان كان تقديره هو. نعم. الطالب يعلم اذا قدر الفاعل بهو او هي فهو تقديره جائز، انما في صيغه التعجب لا يمكن أن يؤول بأي طريقة فهو واجب التقدير. صحيح. نعم. نكمل الآن. طيب إذن صاغ الشاعر بقصيدة رفيقة الدرب ألمه رثائية وفاء للزوجة، فبدأها بمجموعة من الأبيات، سأقرأ فقط البداية. حييتي أم فرات إن والدة بمثل ما أنجبت تكنى بما تلد، تحية لم أجد من بث لاعجها بدا وإن قام سدا بيننا اللحد، بالروح ردي عليها إنها صلة المحبين، ماذا ينفع الجسد. أكتفي بهذه القراءة. نعم. الشاعر طبعا كما رأينا إذن الغرض الشعري كان رثاء. بدأ الشاعر أبياته في البيت الأول. الفكرة كما رأينا أنها تدور حول حزن الشاعر بعد فقدان زوجته وإحساسه بالوحدة. أيضا بالنسبة للبيت الأول نرى أن الشاعر بدأ القصيدة بتحية الزوجة وبتكنيتها بأم فرات، لأن والدة بهذا الاسم تكنى هو فخر لها بأن تسمى باسم ولدها الأول، فعبر البيت الأول عن إلقاء السلام على الفقيدة التي استحقت تكنيتها باسم ولدها. عذرا للمقاطعة أيضا. تسليم تفضلي. يعطيكم العافية. يا أهلا وسهلا. إذا بتحب بس بدي سؤال، صفحة 29. نعم. تاسع. البيت السادس. تاسع. صف تاسع.
تاسع. حرمة شو إعرابها؟ تمييز ولا تمييز؟ تمييز تمييز. طيب شكرا. بس في سؤال ثاني. تفضل. صفحة 203 203. ما السؤال يا تسنيم؟ بس ثواني زين. هلا بالبيت الخامس في عنا إن هي غيرت سمجت. بالبيت الخامس. البيت الخامس. أعيد السؤال تسنيم. بالبيت الخامس. بالبيت الخامس لو سمحتي. إن هي غيرت سمجت. غيرت سمجت. 203 سمجت. إيه نعم. نعم. ما المطلوب؟ هلا مو إن حرف شرط جازم. نعم. نعم. غيرت ثم نعرفه. هو ما لازم يكون مجزوم. إن غيرت فعل ماض. فعل ماض. ليس فعل مضارع. قبل التأنيث. فعل ماض لا يجزم يا ابنتي. نعم. فعل ماض مبني على فتح الظاهر على آخره. إيه بس الإن ما بتجزم فعلين بعد. فعل مضارع تجزم فعل مضارع. في حال كان فعلا مضارعا فقط، أما الفعل الماضي لا يجزم. أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين مضارعين، أما إذا ورد فعل ماض يكون في محل جزم. نقول نحن إيه نقول في محل جزم وليس مجزوما. شكرا. أهلا وسهلا. نكمل. نكمل. تفضل. إذن في البيت الثاني وجه الشاعر تحيته لزوجته ولم يجد من بد أن يرسل تلك التحية حتى ولو بات القبر حاجزا بينهما. نعم. فكانت الفكرة تدور حول الإصرار على إرسال سلام محمل بحرقة الحب. نعم. أما في البيت الثالث فأراد الشاعر من روح الفقيدة أن ترد عليه السلام، لأن الروح هي الصلة المتبقية بين المحبين حتى بعد الموت. فكانت الرغبة من الشاعر برد التحية بروحها لأنها صلة الوصل بين المحبين. لدينا اتصال. تفضل يا نور الدين. ألو. تفضل. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. بدي أسأل سؤال بالله. تفضل. هلا نحن بالنسبه للتواسع شو بدنا نحفظ بالنشائد والقصائد؟ قصائد. نعم. اي ثلاثه ابيات. ثلاثه ابيات لما الموجودين هن بقلب الدروس، يعني المقطع الاول المقطع الثاني. هلا في الدرس في سؤال موجود في اسئله الدرس مطلوب الحفظ، ربما يكون مقطع او تحفظ مقطعين. أي ثلاثة أبيات. أي. ولكن في الامتحان يطلب منك حفظ ثلاثه ابيات. ايوه سنفعلين. نعم. ثلاث أبيات فقط. هل من سؤال آخر؟ لا لا يسلم. أهلا وسهلا. إذن فكرة المقطع الأول تدور حول إلقاء الشاعر السلام على زوجته الفقيدة. أنتقل للمقطع الثاني حيث يصف الشاعر حزنه على رفيقة دربه فيقول. نعم. أو يظهر أن المصيبة قد تمكنت منه، فقد فقد الصبر على تلك المصيبة، فبان كل ما ادعاه من تحمل وجلد أنه كاذب. فكانت الفكرة تدور حول فقدان الشاعر صبره وعدم قدرته على تحمل آلام الفقد. أيضا لدينا اتصال. تفضل يا مالك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال بالصفحة 276. تاسع عن بكالوريا. تاسع. 276. تفضل. ما السؤال؟ بالتعبير الشفوي بشكل عام هي بتجي مناظرة. بقى بيجونا بالفحص اكتب مناظرة. لا لا يا أخي، التعبير الشفوي هي مهارة شفوية تتعلمها أنت في داخل الصف. يعني ما تجيني أكتب نظرة شفوية بينها. لا 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 تأتي في الامتحان. لا يأتي منها سؤال امتحاني. تمام. أهلا وسهلا. أنتقل للبيت الخامس. أيضا يظهر الشاعر كيف أن المصيبة قد تمكنت منه، فبدأ بالبكاء الشديد على الزوجة حتى أن الطيور المغردة باتت تقلده في بكائه أو في وتشاركه الحزن. فبكاء الشاعر المرير بعد فقدان الزوجة. في البيت السادس يظهر الشاعر الألم الشديد حيث أن قلبه فاض دمعا كما تتفجر الينابيع من تحت الصخور القاسية. نعم. وهذا يظهر أن الشاعر مهما كان قلبه قاسيا إلا أن هذه المصيبة قد أثرت نعم. به جدا. فكانت الفكرة تدور حول تفجر أحزان الشاعر وغزارة دموعه كعين الماء. لدينا اتصال. تفضل يا عدنان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك أستاذ؟ يا أهلا وسهلا. هلا انا صف تاسع. اهلا وسهلا. تفضل. هاي القصائد اللي بعد المواضيع النصوص الإثرائية كتابي بعد القصائد. تقصد النصوص الإثرائية؟ لا لا، هلا في تعبير كتابي بعد كل قصيدة. نعم نعم. تعبير. هلا هذا في شيء بالفحص ربما؟
طيب بالنسبه للمواضيع الكتابيه طبعا في عندنا نحن بالخلال ورد معنا في الكتاب تعبير وصفي تمام وايضا تعبير وظيفي إيه. فكل ما يدور حول ذلك ربما ياتينا في الامتحان هل من سؤال اخر النصوص الاسرائيليه المطالعه والقصائد بالنسبة للنصوص الإسرائيلية تحدثنا قبل قليل يأتي منها مهارات مثل قواعدية أو مشتقات يعني أو ربما مصادر أو غير ذلك يعني يمكن أن تستثمر بهذا الشكل في هذا العام كمان النصوص المطالعة نصوص المطالعة هي دروس قصدك دروس القراءة المسجلة تحت اسم المطالعة طبعا يأتي منها سؤال في الامتحان سؤال عادي وليس بالضرورة أن يأتي من الأسئلة الموجودة في نهاية الدرس قد يكون سؤالا استنتاجيا ليس لها أسئلة إنما هي مهارة يجب المدرس والطالب أن يقوم بها داخل الصف نعم لا في بعض الأسئلة المطالعة أنه في أسئلة ليس بالضرورة أن يقصد المطالعة الإثرائية المطالعة هل تقصد المطالعة الإثرائية المطالعة الإثرائية لا ليس بالضرورة لا. أن يكون ليس بالضرورة إيه يأتي سؤال منها يعني إحنا بدنا نستخلص من النصوص المطالعة الأساسية اللي عليها أسئلة طبعا هذه إيه نعم هذه من ضمن الدرس هذه من ضمن دروس المطالعة نعم من خلال دراستك مع المدرس أو المدرسة يمكن استنتاج بعض الأسئلة التي لم تغطيها الأسئلة الموجودة في نهاية الدرس يسلم هل من سؤال آخر؟ لا شكرا أهلا وسهلا تفضلي أنسي أنتقل إذن لفكرة المقطع الثاني أظهرت أثر فقد الزوجة في نفس الشاعر أنتقل للمقطع الثالث حيث بيّن المقطع مكانة الزوجة أو على الأسرة وعلى الأولاد ففي البيت السابع يحاول الشاعر بعد فقدان الزوجة أو يظهر الشاعر شوقه للزوجة ويحاول أن يسأل ذاك القبر الذي احتوى جسد الزوجة عن حالها بعد أن أودعت فيه فكانت الفكرة تساؤل الشاعر عن حال من أودعت القبر لدينا اتصال فضل يا إبراهيم بس مرحبا أهلا وسهلا بس بالصفحة 209 تاسع؟ ايه 209 لحظة البيت الرابع 209 البيت الرابع 209 البيت الرابع لهفي ايه تفضل ما السؤال؟ راب لهفي لهفي ابتدى مرفوع لهفي على أجيب مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبله يا المتكلم منع ظهور انشغال محل بالحركة المناسبة والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة سؤال ثاني من بعدنا تفضل بنفس الصفحة 230 230 صفحة 230 رفيقة الدربي نعم البيت الأول شو الشرح؟ الشرح تفضل يا أنس أعطيك الشرح لحظة لو سمحت إذن سلامي عليك يا أم الفرات فإن أما مثلك تستحق أن تسمى باسم ولدها الذي أنجبته يسلمون هل من سؤال آخر؟ لا يسلمون أهلا وسهلا نكمل إذن البيت الثامن يظهر الشاعر العلاقة التي كانت بينه وبين زوجته كانت علاقة وثيقة جدا لكن الموت فرق بينهما فكانا كنبتة ريحان لكن هذه النبتة أصابتها ريح قوية فنزعت أوراقها وبددتها فكانت الفكرة تدور حول تفريق الموت بين الشاعر وزوجته بعد عيش طويل أما في البيت التاسع فأظهر الشاعر أثر الزوجة على حياة الأسرة كيف كانت تتعامل مع أطفالها فكان عطفها وحنانها يغطيهم فكانت الثغرة الباسمة لهم عندما يكونون حولها والعين الساهرة عليهم حين يرقدون إذن فضل الزوجة على الأسرة وأطفال الشاعر كانت هذه فكرة البيت التاسع لدينا اتصال تفضل يا مصطفى هلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا في عنا بالصفحه 235 35 نعم. تفضل 235 من تحت من انواع بدل الاشتمال هذا مطلوب معنا سنتطرق اليه سنجيبك بعد قليل سنتحدث عن دروس التوابع كاملا ان شاء الله هل من سؤال اخر؟
أكيد لا يسلم. أهلا وسهلا. يعني أتمنى من طلابنا الصف الثالث ثانوي أيضا أن يتواصلوا ولنتلقى ونجيب عن أسئلتكم. فضل. إذن البيت الأخير يتحدث عن وفاء الزوجة أو عفوا وفاء الشاعر للزوجة، فيرى أن لها حقوق عليه كثيرة. نعم. فيرى أن الوفاء أن البكاء عليها هو أحد أو قد يفيها حقها من الوفاء، ربما أقل أن يحزن ويبكي عليها ويكمد من أجلها. معنا اتصال، فضل يا أنس. أهلا مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. بس بدي أسأل الأسئلة، أسئلة القصائد اللي وراء أسئلة القصائد صف تاسع، تاسع ونستخرجهم من المقطع يعني لما تجي يا أنس تاسع. إيه ما السؤال؟ أسئلة القصائد نحفظهم حفظ ولا بدنا نستخرجهم من القصيدة؟ هل من سؤال آخر؟ انه اسئله القصائد نحفظها. فهمت عليك. هل من سؤال اخر؟ بدي اسال عن المواضيع، انه هلا بيجينا ورا كل قصيده انه ايام بيجينا موضوع انه كلهم هدول بدي ادرسهم. طيب ليس بالضروره. هل من سؤال اخر؟ لا شكرا لك. استاذ محمود فقط نجيب عن اسئله القصائد، يسأل أسئلة القصائد يعني هل يقوم بحفظها؟ أسئلة القصائد هي نموذج لتطبيق ولفهم النص، فإن فهم النص يعني تحليل النص بالضبط، فإن فهم النص استطاع أن يجيب عن أي سؤال. المهم نعم. عنده أن يفهم النص ويعرف أسبار أو ما خلف سطور الشعر وأفكاره الرئيسية والمشاعر العاطفية. نعم. هذا المهم عند الطالب، هذه نموذج يتعرف من خلاله كيف يدرس ويتدارس النص. نعم، يعني هو يسأل أنه هل هذه الأسئلة يقوم بحفظها أو بدراستها؟ ليست بالضرورة حفظها، عليه يعني أن كما يراجع. كما تحدثت أستاذ محمود، يعني عندما يفهم النص وتفاصيل هذا النص بالضبط. هو قادر على الإجابة عن هذه أصبح جاهز لأي سؤال عن هذا النص. نعم. أيضا نعم. سأل عن المواضيع عن سي عفراء. ليس بالضرورة أن تكون ذات المواضيع، هي فقط للتدريب. تماما. نعم. للتدريب، وبالنهاية هي تدريب على التعبير الجمالي أو الكتابي، لكن أما بالنسبة يعني للتعبير الوظيفي هو. نعم. المطلوب، وعليه أن يحفظ حيثيات كل موضوع أو عناصر كل موضوع. قلنا قبل قليل أنه لدينا مواضيع مخصصة في الكتاب ومواضيع وصفية أو غير وصفية، وهو هذا الذي كنت أقوله. نعم، عندما يقوم بكتابة أي موضوع كلفه به مدرسه هو نوع من التدريب. نعم. بالضبط. لدينا اتصال، عبد الغني تفضل. ذكرتك بس انت شلون بدي احول الاستثناء التام للاستثناء الناقص نصي؟ طيب سنجيبك ان شاء الله. هل من سؤال اخر؟ لا. طيب استاذ محمود، يعني حبذا لو تكتب له استثناء استثناء اول استثناء نجح. لا خلينا بقيمة تكون، يعني نقول مثلا حضر الطلاب حضر حتى لا نرسب الطلاب إلا زيدا. نعم. استثناء تام لوجود المستثنى منه ومثبت الفعل غير منفي، وحوله إلى ناقص منفي. أولا أن نبين له أركان الاستثناء الموجودة في الحكم الجملة. أولا حضر هو الحكم الذي أطلق في جملة الاستثناء، ثم مستثنى منه، مستثنى منه ثم أداة الاستثناء ثم مستثنى. أستاذ محمود بدي قاطعك لأنه جانا اتصال. نعم يا خليل تفضل. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا. بس بدي أسأل كم سؤال عن مصدر المعول. تفضل. وبدي أسأل كيف يميز بين الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. نعم. وكتابة مقال. نعم. هل من سؤال آخر؟ عراش أهلا وسهلا بك. سنجيبك بعد أن ينهي الأستاذ محمود ما يكتب. نعم، نعود إلى الاستثناء. إذن ثالث بكالوريا ثالث ثانوي. إذن الاستثناء بين يديه هو استثناء تام مثبت، طلب الطالب أن يتحول إلى ناقص منفي، لنفيه أضع أداة نفي لم. دعنا أستاذ محمود أن نبين له النوع الآخر التام المنفي، ومن ثم ننتقل إلى الناقص المنفي. نعم نعم.
أما التام المنفي من هذه الجملة نبقي المستثنى منه. نعم. ما حضر الطلاب يعني فقط نسبقه بأداة إلا زيدا نفي. نبقي الجملة كما هي. نعم. إلا نفي الحكم. نعم. وليتذكر الطالب أن نفي الحكم قد يكون بما أو لن أو ليس لن. كل أدوات النفي. نعم. قابلة ما. نعم. أما لتحويله إذن هذا أصبح تام منفي، وللناقص المنفي ما حضر النفي يبقى، يبقى النفي وأحذف المستثنى منه، لذلك أسميناه ناقص. ما حضر إلا زيد. وهنا فليلاحظ الطالب أن اختلفت حركة. المستثنى في الاستثناء الناقص المنفي يغدو الاسم بعد إلا حسب موقعه من الكلام. في مثالنا هنا فاعل مرفوع. أستاذ محمود ممكن نقول أنا ما حضر إلا زيد، هنا فاعل، ما شاهدت إلا زيدا، ما سلمت إلا على زيد. نعم نعم، حسب موقعه من الجملة. حسب موقعه في الجملة. إذن بهذه الطريقة إذن يحول التام المثبت إلى ناقص منفي بنفي الحكم أولا وإخراج المستثنى منه من الجملة مطلقا. نعم. وهكذا يتحصل عنده الناقص المنفي من الاستثناء. أكمل معك أستاذ محمود. نعم. وردنا سؤال من خليل. نعم. ثالث ثانوي. نعم، يقول الفرق مصدر. بين الاستعارة التصريحية قبل ذلك المصدر قال المؤول. المصدر المؤول، المصدر المؤول هو كل مضارع سبق بأن الناصبة. يعجبني أن تدرس اجتهاد. نعم. فالمصدر المؤول أن تدرس هو المصدر المؤول، كل مضارع سبق بأن الناصبة أو كل ماضي سبق بما المصدرية أو إن واسمه وخبرها بالضبط. والمصدر المؤول أيضا من أن حرف مشبه بالفعل المفتوح الهمزة. نعم. أيضا ظننت أنك قادم، أنك قادم. نعم. وللملاحظ أن المصدر المؤول يستطيع الطالب أن يحوله إلى مصدر صريح من جنس فعله أو من جنس الخبر. نعم. كان يقول يعجبني تعجبني دراستك باجتهاد. نعم. وظننت قدومك قدومك. إذن نعم. بهذه إذن هذا هو المصدر المؤول بهذه الطريقة. نعم، إذا هو يعني أنا فهمت من السؤال يعني المقصود بالمصدر المؤول كيف يحدد إعراب المصدر المؤول. طبعا لابد أن يحوله إلى مصدر صريح كما فعلنا هنا. نعم. مثلا يعجبني أن تدرس، حولت أن تدرس إلى مصدر صريح، ومن المصدر الصريح أتعرف إلى مكان المصدر المؤول وإعرابه في الجملة. تعجبني دراستك فهي فاعل، إذا المصدر المؤول ظننت قدومك، إذا في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به. لدينا اتصال ومن ثم نكمل. نعم. تفضل. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. أستاذ، بس بدي أسأل عن أسلوب المدح والذم. نعم. أنت تاسع؟ إيه. نعم. امبارح طرحت السؤال بس ما أخذت الإجابة الصح. طيب. نعم. أنا هلا حبذا لأسلوب المدح فعل مضارع فعل مدح. نعم، نجيبك. لا حبذا إنه لإنشاء الذم، هلا بنعرف إنه لا لحاله، حبذا لحاله. كله هو يعرب. إذا عربناه لحاله إنه راح تصير حبذا لفعل ماضي لإنشاء الذم. تعرب مع بعض. وإنه الذات دائما الاسم الإشارة ما بيجي في محل رفع فاعل، كيف هون إجت؟ لا، في محل رفع فاعل. جاء في محل رفع فاعل. جاءت هنا في محل رفع فاعل، سواء كانت بحبذا أو لا حبذا. لا حبذا رفع فاعل. ويأتي المخصوص بالمدح بعد ذلك. على كل حال نجيبك بالتفصيل بعد قليل. هل من سؤال آخر؟ لا. طيب، شكرا لك. أستاذ محمود نكمل فقط. استعارة. إيه، ومن ثم نعود إلى الإجابة عن الاستعارة. هذا السؤال. المكنية. الاستعارة. المكنية. التصريحية. مثال عليها في الورقة بس ضبطها عندك. نعم، الاستعارة المكنية مثالها درجة العلا في الاستعارة المكنية. نعم. هي تشبيه بليغ، حذف المشبه به وأبقي على شيء من لوازمه. إذا مثال محمود حتى نقول تشبيه بليغ نقول حذف أحد طرفيه. أحد طرفيه. إيه. نعم. إذا قلنا عن هذا الاستعارة. نعم. بشكل عام التشبيه الاستعارة المكنية هي متولدة عن تشبيه بليغ. نعم. لدى الطالب معلوم أن التشبيه البليغ هو التشبيه حذف بالاستعارة، حذف أحد بالاستعارة طرفي. التشبيه البليغ هو حذف منه الأداة ووجه الشبه وبقي. نعم. المشبه ومشبه به. نعم. حتى أنتقل إلى استعارة. نعم. لابد أن أحذف أحد طرفي. في الاستعارة المكنية عليا أحذف المشبه به. نعم. هنا في قولي درجة العلا
أنا في أتساءل العلا بماذا أشبهه؟ العلا إنسان. نعم. العلا إنسان في قول الشاعر درجة العلا. نعم. فإن الإنسان هو المشبه به حذف وأبقي ما دل عليه درجة، وبالتالي الاستعارة مكنية هي تشبيه العلا بإنسان حذف الإنسان وأبقي على شيء من لوازمه درجة على سبيل الاستعارة المكنية. بالمختصر أو من البديهيات التي يمكن للطالب أن يتعرف منها على الاستعارة المكنية، إذا رأى أن الصورة بنيت من فعل واسم والفعل ليس من لوازم الفعل في طبيعته فهذا استعارة مكنية. ضحك القمر، القمر لا يضحك، يضحك الإنسان، فبالتالي هذه استعارة مكنية. أما بالنسبة للاستعارة التصريحية فهي تشبيه بليغ. فقط هنا نجيب، ليس بالضرورة دائما غالبا، نقول غالبا 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 يأتي كذلك. أما الاستعارة التصريحية فقط لدينا اتصال. نعم. حتى لا نطيل عليه، تفضل. دعاء تفضلي. أنا مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. لو سمحت بس بدي أسأل سؤال. تفضلي. بدرس الشعر الصب صفحة 186. نعم. بمهارات الاستماع. نعم، مهارات الاستماع، الغرض. نعم. لم تكن المحفوظة في النص، هلا هو في أكثر من خيار صح، شو الجواب هون؟ تتحدى أقوال الوشاة. طيب ماشي، سلمك. أهلا وسهلا، من سؤال آخر؟ لا شكرا. ماشي، أهلا وسهلا، تفضل أستاذ محمود. نعم. أما الاستعارة التصريحية فيحذف المشبه ويصرح بالمشبه به. نعم. أشعلت النجوم كالقناديل. نعم. فإذا حذفت أنا المشبه به أو المشبه النجوم، أشعلت قناديل الليل، أصبحت صورة في كلمة قناديل تدل على النجوم الذي حذفت أو التي حذفت من التشبيه البليغ أو التشبيه السابق، فأصبحت الاستعارة مكنية كلمة واحدة وهي المشبه، وهي المشبه به، وحذف المشبه أي بمعنى أن صرح الشاعر بالمشبه به، وبالتالي في قول أشعلت قناديل الليل شبهت النجوم، وهي حتى المشبه. لا ندخل الطالب بأشياء وربما يعني نضيعه. لدينا مثال مثلا يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغني. نعم. تمام. نعم. يمكن أن نطبق على ذلك أن ينادي الشاعر المحذوف هنا، ينادي الشاعر هنا الحرية. نعم، المشبه المحذوف جعلها عروس مجد، حذف المشبه وصرح بالمشبه به عروس المجد. نعم. نعم. هذا ما نريده. في قصيدة الناعورة أيضا. نعم. بنت هذا الزمان. نعم. بنت هذا الزمان. نعم. أيضا صح. شبه الناعورة بالبنت. الناعورة بالبنت، فحذف المشبه وصرح بالمشبه. نعم. لدينا اتصال. نعم. رامي تفضل. رامي هلو. تفضل. تفضل يا رامي. أهلا وسهلا أستاذ. هلا صفحة 107 تاسع مثال موجود عند الحفظ. تاسع 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 مئة. أما السؤال 107 للحفظ. للحفظ لحظة. طيب 107 المقابلة تقصد تقصد التطبيق، تقصد المقابلة الصحفية؟ هي المقابلة. هلا هذا السؤال ورد في الدورة في الامتحان النصفي. نعم. وطلب منك إعداد مجموعة من الأسئلة. نعم. بعض الأسئلة. نعم. أسئلة من دون إجابات. يعني تقوم بإعداد بعض الأسئلة لشخص تقوم بمقابلته. هل من سؤال آخر يا رامي؟ نعم. أهلا وسهلا. نكمل أستاذ محمود لو سمحت. إذن انتهينا من الاستعارة. سأل سؤال كتابة مقال. مقال. يعني دخل. نعم. في كتابة المواضيع. مقال. ايه. نعم. ايه. نعم. أول ما على الطالب أن يبدأ في كتابة المقال هو تعريف للموضوع المستهدف عنده. أستاذ محمود، أي موضوع له مقدمة وعرض. نعم. وخاتمة. هذه المنهجية. نعم. ولكن المقالة تختلط عند الطالب على مع كثير من مواضيع أخرى، فهو لا يميز بين الموضوع الأدبي وبين المقالة. نعم. الموضوع الأدبي هو بشواهد وما إلى ذلك له مقدمة، لكن المقدمة هناك ما تصب في خدمة الأغراض التي تتناولها أفكار النص، لكن هنا في المقالة مقدمة الطالب يجب أن تكون تعريف علمي منطقي أكاديمي للأمر الذي طلب إليه في كتابته في المقالة. نعم.
فإذا طلب على سبيل المثال الفقر والتشرد، فعليه أن يعرف الفقر والتشرد كظاهرة اجتماعية، أو يكتب حول التشرد أو الفقر يعني بكلام يكون منطقيا واضحا مباشرة. نعم. ومن ثم يدخل في عناصر ثم الموضوع، يدخل عناصر الموضوع، وهي ستكون هنا عرض الموضوع أو صلب الموضوع، هي الأفكار التي طرحت عليه في المقالة، وعليه أن يتناولها في المقالة، وهذا مهم جدا، أن يتناول المقالة بكلام واضح وصريح فورا. نعم. ابتعادا على المشاعر وعن الصور المركبة والمعقدة. إذن فليلامس الأفكار مباشرة دون اللجوء إلى تورية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك لابد أن ينسق بين الأفكار بتنسيق منطقي، ويعلل إذا كان بين يديه ضرورة للتعليل والمحاججة والبرهان، ثم يختم المقال برأي. هنا فقط إذا كان يتحدث الموضوع عن مقال علمي، إذا مقال علمي هذا ما تقصده أنت بالضبط، ولكن ربما يكون هناك مقال أدبي. نعم. نكون أكثر وضوحا. نعم. يعني نبدأ بالمقدمة ومن ثم نتقيد بالعناصر الموجودة في نص الموضوع ومن ثم خاتمي. لدينا اتصال من عمر، تفضل يا عمر. شو الفرق بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي؟ تكرم، سنجيبك بعد قليل. هل من سؤال آخر؟ شو الفرق بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي؟ نعم. سنجيبك عن التوابع. نعم تفضل. هل من سؤال آخر؟ لا. أهلا وسهلا. طيب، حتى لا نضيع الوقت سنجيب عن التوابع عن سعفراء. قبل ذلك ورد سؤال عن المدح والذم. نعم. حبذا ولا حبذا. تمام. سئلت كيف سأعرب حبذا ولا حبذا. طبعا يعرب حبة فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح، لا حبة مع بعضها، يعني لا أفصل هنا لا لوحدها وحبة، هو تركيب كامل. لا حبة فعل ماض جامد لإنشاء الذم. نعم. وذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، والمخصوص بالمدح دائما مبتدأ. نعم. مؤخر وجملة مبتدأ سلاما عند الطالب أن اسم الإشارة لا يأتي فاعل، لا يأتي فاعل. نعم. يأتي فاعل. نعم. هنا فاعل. نعم. ربما هو يقيس على نعمة وبئسة. بالضبط. إيه؟ يعني بالضبط. لدينا أيضا نعمة وبئسة أنسى عفراء، نعمة وبئسة، نعمة للمدح وبئسة للذم، يأتي فاعل، فاعل طبعا، والفاعل إما أن يأتي اسما ظاهرا أو مضافا إلى معرفة أو يأتي ضميرا مستدرا مميزا بما أو اسم نكرة. نعم. بالنسبة لدرس لبحث التوابع، طبعا بحث التوابع يبدأ النص قبل أن نبدأ. لدينا اتصال أنسى عفراء، تفضل يا أحمد. أنا مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. هذا أستاذ، نحن أخذنا أنه من أنواع المعارف بيكون معرف بالنداء. طيب هل المنادى في بعض من أنواع المنادى نعربها نحن نكرة؟ طيب كيف هيك؟ طيب سنجيبك. هل من سؤال آخر؟ نعم تفضل. هذا أستاذ، نحن مواضيع السيارة كيف ممكن نحط مقدمة وكيف نحن ممكن نحط خاتمة وبالنص أي موضوع؟ السيرة سواء ذاتية أو غيرية، وبالنص الوصفي فينا نحن نبدأ مثل ما بدأ الشاعر نزار قباني بس إجراء تغييرات. طيب هل من سؤال آخر؟ لا شكرا أستاذ. أهلا نجيبك أنسى عفراء. بالنسبة لسؤال المعرب بالنداء، بالنسبة للمعرب بالنداء فقط المقصود بالنداء إذا كان نكرة مقصودة، مثلا يا بنت يا أخته، هنا فقط يعني معرف بالنداء. أنسي عفراء نشير لكن النداء يقسم إلى خمسة أقسام. المضاف والشبيه للمضاف والنكرة غير المقصودي. نحن نرتب لأنه هذه اللي عديتهم أنا يكون منصوبا، وفي عندنا النكرة المقصودة واسم العلامة يكون مبني على الضم. إذن المقصود بالنداء فقط هو المعرف بالنداء، إن كان النكرة المقصودة كما نعربه نحن. فقط هو لموضوع السيرة قال أنه هل يحتاج، طبعا احنا قلنا قبل قليل لا يوجد موضوع بدون مقدمة. بدون مقدمة حتى لو كان سيرة ذاتية أو غير سيرة ذاتية يحتاج إلى مقدمة ويحتاج إلى عرض وخاتمة، خاصة نحن لدينا التكوين الاجتماعي والتكوين الثقافي والتكوين النفسي. يعني مقدمة نتحدث عن كل تكوين من هذه التكوينات ومن ثم خاتمة. أنسى عفراء، ما تبقى من الوقت حتى لا يضيع على طلابنا، سألونا كثيرا عن التوابع فقط. أنا يعني نوه أن التوابع لدينا العطف والتوكيد والبدل والنعت أو الصفة. نعم. بالنسبة للعطف طبعا هو تابع، وطبعا نعم. كل التوابع كلها من التوابع، كلها يعني من التوابع ما تتبع ما قبلها في الحكم. نعم. أو في محله من الإعراب. بالنسبة للعطف هو تابع يتوسط بين
بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. هنا على الطالب أن ينتبه إلى في الامتحان عندما يسأل حدد المعطوف والمعطوف عليه. غالبا كنا نتعرض لهذا الأمر أن الطالب يحدد المعطوف عليه على أنه هو المعطوف، يعني نعم. الاسم الذي يأتي قبل حرف العطف أو حتى الفعل، لكن دائما المعطوف يأتي بعد حرف العطف. حروف العطف كما هو متعارف عليها حروف الأساسية مذكورة في كتابه، وعلى الطالب أن يحفظ فوائد كل حرف أو دلالة هذه الحروف. أمر آخر، هذه الحروف تعطف اسما على اسم أو جملة على جملة، أي فعل على فعل، لا يجوز أن يعطف فعل على اسم أو العكس. نعم، هذا بالنسبة للعطف. فقط لنبين دلالة هذه الحروف يعني عندي الواو مثلا، جاء أحمد ومحمد، الواو تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف حتى يعني نستفاد من هذا الوقت. صحيح. يفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف أو المشاركة دون تقييد. نعم. زمني. والفاء بالنسبة للفاء مثلا، جاء أحمد فاء محمد فاء علي إلى آخره، الفاء تأتي للترتيب والتعقيب. ترتيب وتعقيب، لكن من دون مهلة زمنية. نعم. هذا ثم التعقيب، عدم وجود تراخي زمني بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم. ثم الأداة ثم مثلا، تثور الريح ثم تهطل الأمطار، ثم هنا تفيد فقط الترتيب مع التراخي في الزمن. نعم. أما أو فتفيد التخيير بين أمرين. نعم. أو بين شيئين. نعم. طبعا أنوه هنا أن الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في علامة الإعراب إن كان اسما ظاهرا، أما العنوان عريض التوابع، إذا كله يندرج تحت التوابع خلال كلمة التوابع، أنه يعني يتبع ما قبله. ما قبله. نعم. وأهمها في علامة الإعراب. نعم. صحيح. ننتقل للتوكيد. بالنسبة للتوكيد، وهذا أكثر سؤال ورد. نعم. لدينا التوكيد أيضا هو لفظ تابع لما قبله يسمى المؤكد، وله نوعان لفظي ومعنوي. إذن أمامي الجملة التالية، الجمال الجمال. هنا ما نوع التوكيد؟ هو توكيد لفظي، لأنني كررت اللفظ بحرفيته سواء جاء اسما أو فعلا أو حرفا أو حتى جملة. عن سفر الوقت، يعني تكرار اللفظ مرتين توكيد لفظي. لفظي. أما التوكيد المعنوي له عدة لدينا بعض الألفاظ، نفس وعين وجميع وذات وكل وكلتا تماما. إيه؟ ويجب أن تحتوي على ضمير يتصل بها، ضمير يعود على المؤكد. المؤكد والحركة تكون على ما قبل الضمير، ما قبل الضمير. نعم. لينتبه. نعم. الطالب. نعم. إلى هذا. نعم. لينتبه قبل هذا الضمير. نأتي إلى البدل. نعم. أما بالنسبة للبدل أيضا هو تابع مقصود بالحكم، يمهد له باسم قبله يسمى المبدل منه. لدي نوعان للبدل، البدل المطابق، أي مثلا في المثال انتصر القائد صلاح الدين. نعم. هنا صلاح الدين البدل هو يطابق المبدل منه وهو القائد في المعنى. نعم، في المعنى يطابقه في المعنى، صلاح الدين هو كل القائد وليس جزءا منه. بدل كل من كل أو مطابقة، بدل كل من كل أو بدل مطابق. نعم. أما بالنسبة للمثال الثاني، تقضي الأم الوقت معظمه، هنا كلمة معظمه بدل جزئي، يعني معظمه هو جزء من الوقت، يعني وليس الوقت كله، على أن يكون جزءا حقيقيا من المبدل منه، مكونا حسيا. نعم. مكونا حسيا. نعم. منه. يعني أنا مثلا أقول الباب والمقبض، بالمناسبة أصلحت الباب مقبضه. يعني فقط لاختصار الوقت، يعني بالنسبة للبدل الجزء من كل أو بعض من كل، يعني أنا أقول مثلا أعجبتني القصيدة مقدمتها. نعم. إذن المقدمة هي جزء من القصيدة. أما لو قلت فقط للإجابة عن الاشتمال، أعجبتني القصيدة أسلوبها. هنا نعم. الأسلوب هذا هو معنوي. يعني هو في تشابه بين البدل الجزء من كل والاشتمال، ولكن البدل الاشتمال هو معنوي. وهذا منوه له في أسفل الصفحة. ولا يمكن أن يتلمسه الطالب يعني حسيا. كان نعم. تقول أخافني الذئب غدره. الغدر لا تراه مكونا حسيا في الذئب، أما أخافني الذئب نابه، هنا بعض من كل. كنا نتمنى أن يطول الوقت أكثر، ولكن قد انتهت الندوة. لا يسعني إلا أن أشكر زميلي الأنسة عفراء عبد الله مدرسة في دمشق، والأستاذ محمود عبد الغني موجه اختصاصي في ريف دمشق. شكرا لاستماعكم، ونتمنى أن نكون قد وفقنا بما قدمناها، على أمل لقاء بكم في ندوة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.